ويعجنوا. إذا دريوا إنه مأمون تارك البيت وعم ينام ببيت عمي أبو صالح ولسه ما صار لنا شهرين متجوزين. إي والله وظلت المسح فيني الأراضي والحيطان. يا ربي دخيلك شو بدي أعمل؟ شلون بدي لاقي له دبار؟ إيوه ما في غير إني أكسر على أنفي بصلي وروح لعنده. استسمحوا وخليه يرجع لهون. هي آخرتك يا فريال. شو عليه؟ قال شو حاجك للمر؟ قال له الأمر. لطفية؟ نعم يا عمو. ناوليني ملايتي. ليش يا عمو؟ بدك تروحي لعند عصام مشان تحكي معه ما؟ ما فشر بعينه؟ أنا فريال خانم بجلالة قدري وقيمتي، روح لعنده استسمحه واترجاه مشان ترجعي له. لكان لوين رايحة؟ وضريب اللي يخلع رقبتك، بدك تحققي معي ولك مقوصة؟ روحي جيبي الملاية ومن تمساكت يلا. حاضر. لك أنا الحق علي اللي رجعت له، كنت قاعدة ببيت أهلي معززة مكرمي وبلالي هالبهدلة كلياتها. لك شو لي بالك من فخري؟ لك عصام لا أول واحد ولا آخر واحد بتجوز ثلاثة. لك والله العظيم والله العظيم لو في سبب لجوازته ما كنت انضربت على قلبي وزعلت، بس هيك القصة تغلي بتملي. لو كل الحق على ضرتي لطفية من قلة مروتها. الله لا يوفقك يا مطلية. لا يا هدى يا حبيبتي، فكري منيح إلا ما يكون في سبب، يعني هيك عصام الباب للطاق بده يتجوز مرة ثالثة. خلصنا هدى، خلصنا. خلص حبيبتي، اشربي هالليمون مشان تروقي أعصابك. ما بدي ما بدي. اسمعي دلال شو عم بتقول؟ قال إلا ما يكون في سبب لجوازته، ما تقولي إنه أخوك هو اللي حبيبي تلت علينا. يا حبيبتي، كلام دلال مزبوط. يعني لو كان الرجال مرتاح ببيته وما عم يجي وجع راس ما بيفكر يتجوز عمرته. بعدين المرة الشاطرة والذكية بتخلي جوزها يفكر انه ما في غيره بالدنيا كلها. ما في اشطر منك انت وياها بالحكي. لك اللي ايديه بالنار مو مثل اللي ايديه بالمي. يو شو صار لهاي؟ والله ما حكينا شيء، كل اللي حكيناه كلمة حق. اتركي يا حرام، هلا زعلانة ومقهورة، بكره بتهدى وبتروق.